هقفل باب الاولمبياد وافتح باب كاس العالم سريعا جدا، لانه انا شايف انه الفرقه اللي شفناها في طوكيو دي، او الاسماء بلاش الفرقه، الاسماء اللي احنا شفناها في طوكيو دي، انا شايف انك ممكن تبني عليها القماشه اللي توصلك كاس العالم. صحيح. تطلع الولاد ازاي من حاله الاحباط اللي هم فيها دي، او حاله عدم الرضا. انا بتهيألي ان هم شخصيا مش راضيين عن المستوى اللي ظهروا بيه، مش بتكلم برضو عن النتيجه، بتكلم عن المستوى اللي ظهروا بيه، وشايف ان هم كان عندهم افضل من كده. وتبني عليهم مع يعني على ده ازاي مع طبعا كابتن حسام البدري في مشوار مصر في تصفيه كاس العالم. المشوار اللي جاي برضو صعب مش سهل، رغم انه دايما البدايات في التصفيات بتكون سهله شويه، ولكن احنا يعني كان عندنا قبل كده سابقه واثنين وثلاثه اننا واجهنا فرق زي موريشيوس مثلا، اعتقد لو فاكر بعض الفرق كانت بسيطه وضعيفه، ليبيريا وخرجنا منها. اعتقد انه افريقيا احنا كل سنه الفرقه اللي تبقى الحصان الاسود في التصفيات تقع في حظنا مش عارف ليه. صحيح. يعني اتمنى ان شاء الله انه يكون يعني عندنا استعدادات بشكل جيد. شايف انه بطوله الدوري انهكت معظم اللاعبين المحليين، ودي تحدي قدام كابتن حسام. دي حقيقه، دي حقيقه، خاصه لاعبي النادي الاهلي، ومجموعه كبيره من لاعبي النادي الاهلي موجوده في منتخب مصر. الدوري طويل جدا جدا، مفيش دوري في العالم مستمر لغايه دلوقتي، الناس هتبتدي الدوريات الجديده، وبالتالي انت 14 اغسطس الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. صحيح. فاطول موسم، انت هتكون لسه يعني ما انتهتش من الموسم بتاعك، فاطول موسم اعتقد في التاريخ يعني. اطول موسمين متلاحمين في التاريخ. لعبت الاهلي بقالها بتلعب موسمين. صحيح. بشكل مستمر. مفيش اطول فتره خدوها كانت الست ايام اللي خدناهم قبل ماتش تقريبا. مفيش حاله استشفاء للاعبين، وبالتالي ده تحدي جديد زي ما تفضلت وقلت احمد الكابتن حسام. حاله الارهاق الشديده جدا هتكون في اللاعبين، تلاحم المواسم. اعتقد انه يعني باستثناء صلاح يمكن هو اعتقد، او المحترفين في الخارج هم شويه اللي ابتدوا يعني خدوا شويه راحه او حاله الاستشفاء او حصلوا عليها. هتكون طبعا مهمه صعبه جدا للكابتن شوقي الوصول لكاس العالم. افريقيا هيكون كمان تنافس جديد وتحدي جديد للكابتن حسام. اتمنى ان شاء الله التوفيق ليه. القماشه اللي اتكلمت عنها او المجموعه اللي اتكلمت عنها المنتخب الاولمبي بالتاكيد هيبنى عليها مستقبل مصر الفتره الجايه، خاصه انها مجموعه مميزه جدا جدا. محتاجين نشتغل بس عليهم شويه الفتره اللي جايه. الاستعدادات في كره القدم هي اهم حاجه في كره القدم. لازم تشتغل مش كلام بس نظري. بمعنى ايه لازم تشتغل؟ على تشوف النواحي الخططية والتكتيكية اللي اتغيرت بره، تقابل مدارس مختلفة، تلعب بالتأكيد في أفريقيا بشكل كبير الفترات اللي جاية مع الفرق الأفريقية والمنتخبات الأفريقية، لأنك هتواجه في أفريقيا وهتلاعب في التصفيات بالتأكيد فرق أفريقية، وبالتالي لازم يعني كل مرحلة أحمد ليها استعداداتها. انا فاكر كابتن جوهري، كابتن حسن شحاته، صحيح كان عندهم فترات طويله جدا من التوقفات، ما اتمنى انها ما تحصلش في الدوري دلوقتي، ولكن اتمنى انه يكون المواجهات اللي جايه حسب كل مرحله. انا النهارده عندي افريقيا، يبقى لازم اقابل المدرسه دي، اواجه المدرسه دي، يكون عندنا تحرر شويه من النواحي الدفاعيه اللي بنلعب بها في المناسبات الكبيره دي، لان عندنا في هذا الجيل لاعبين مميزين جدا مهاريا وفنيا وبدنيا وقادرين. وما تنساش كمان ان عندنا ميزه كبيره جدا جدا جدا، ان معدل الاعمار في منتخب مصر النهارده اعتقد انه نزل ل 24 25 سنه، وده معدل اعمار مميز جدا جدا. اعتقد انه كان موجود مع كابتن حسن شحاته في بدايه فتره التالق للمنتخب المصري في الحصول على 3 بطولات لافريقيا. اعتقد ان دي فترة مهمة جدا وتحدي جديد لكابتن حسام البدري. منتخب الشباب ده ما خلاكش تسأل احنا ليه يعني احنا لعبنا منتخب البرازيل؟ سيبك من ريتشارلسون وسيبك من داني الفيش، يعني دول نجوم كبيرة محترفين في صحيح ولعبوا لأكبر الأندية، لكن أنا بكلمك على بقية المنتخب كله محترف، كلهم محترفين بره. ما بتسألش احنا ليه ولادنا في السن الصغير ده ما بيطلعوش؟ يعني الولاد هم اللي عايزين يقعدوا هنا، طموحهم المادي والمعنوي متحقق في فرقهم في مصر، ولا الأندية هي اللي مش عايزة تستغنى، ولا الجمهور هو اللي ما بيسمحش انه يسيب لعيبته اللي بيحبها او اللي شايف ان مستقبل فرقته معاها انها تطلع بره؟ القصة دي يعني لا، الحقيقة القصة دي قتلت بحثا عندي يعني، وفي اسباب كتيرة جدا يعني، يمكن من ضمنها اسباب كتيرة من اللي انت قلتها.
اولا تغيير طبعا فكره احتراف صلاح ونجاحه بهذا الشكل لتريزيجيه المحمدي كمان رغم انه يعني مش سوبر ستار ولكن محترف فترات طويله جدا جدا بره في الدوري الانجليزي في اقوى واحد من اقوى الدوريات يعني أيوه. وبالتالي فتح المجال لناس كتيره جدا انها تحلم ان يكون موجود في الدوريات الاوروبيه. فنقطه انه اللاعبين ما عندهمش هذا الطموح لا اتغير هذا السلوك، صحيح ما كانش موجود زمان ولكن اعتقد ان دلوقتي كل اللاعبين تتمنى انها تحترف. المشاكل اللي موجوده هي في الانديه، الانديه والطلبات الغريبه جدا جدا في انك تبيع لاعب او انك تسمح لهذا اللاعب انه يحترف. يعني النهارده مستحيل ان يكون لاعب لسه بيبتدي 17 18 سنه وتطلب 3 4 مليون جنيه دولار او يورو او هذه الطلبات الحقيقه مقحفه وشايفها ان هي ممكن تكون بتعطل بشكل كبير جدا احتراف اللاعبين. انا بتمنى انه يكون مش عارف صحيح انه هل ممكن يسمح ان يكون في قانون بفتح باب الاحتراف بهذا الشكل، ودي نقطه مهمه جدا. انا بشكرك انك فتحت هذا الموضوع لانه هيفرق كتير جدا جدا مع منتخباتنا في الفترات اللي جايه. الدوري المصري صحيح بيفرز مجموعه من اللاعبين المميزين ولكن الاحتراف الخارجي في السن الصغير هيفرز نجوم زي صلاح وزي تريزيجيه وزي محمدي، اتمنى ان يكونوا متواجدين في منتخباتنا خاصه انك بتواجه النهارده اعتقد لما بتلعب اي منتخب في افريقيا النهارده على الاقل 25 لاعب محترفين ودي الحقيقه سمه بقت موجوده في منتخبات افريقيا. والله مش عارف اهم يضحك واهم يبكي. انا مش عارف انه منتخب مصر لو مش بس تاهل كاس العالم لو وصل دور ال 16 ممكن يكون رد الفعل ايه في الشارع المصري. والله قمه قمه الميلودراما.